سر أني ضمن أربعة عقود وما زلت أتعلم وأحبو أحب وأتعلم. يعني ظهرنا من سبقنا من الدول العربية لهم أكثر من قرن، إحنا ما زلنا نتعلم رغم أننا سبقنا الزمن في كل شيء، خاصة في ضمن الرؤية وفي التقنية. أفشيكم سر آخر، لما أشاهد التلفزيون نادر جدا خاصة بأعمالي، يعني الأعمال اللي نسويها للناس ميب لنا، وكنا من أول نتابع النقد أيام كان يكتب الصحفيين والإعلاميين بالصحافة بداياتنا، الآن لا، نادر أشوف التلفزيون. أبشيكم سر آخر، أنها أن الفن ما هو مصدر رزق لي ولأولادي، لا ما أخذها ساعة صدر وناس وأنا بخير ونعمة، بس أنا أحب وعشق في المسرح وفي الفنون وفي التراث والموروث. يعني عملت أعمال كثيرة بالدراما مع الجيل، أنا أعتبر من الجيل الثالث، في الجيل الأول والثاني، لكني عاصرتهم، اشتغلت معهم على المسرح، اشتغلت أيام كان عندنا طفرة مسرحية، كان عندنا مسرحية من تحت الكراسي، مسرحية قوية فيها نجوم من الوطن، مسرحية من تحت الكراسي قدر الشراكة، وكنا نسوي مسرح في رمضان، كرمانية، سقوط الحزام، أعمال جميلة. ثم بدأ المسرح في الهبوط، ثم اشتغلت عليه الأمانة، أمانة منطقة الرياض والأمانات، وفكت مسامير النعش وانتعش شوي، ثم رجع ثانية بشغل أكاديمي، بشغل ابتعاث، بشغل دورات، إلى أن صارت عمادات في الجامعات للفنون الآن.